عادة ما يتعذر على بعض الفائزين في قرعة الحج من أداء مناسكه لأسباب متعددة تمنعهم من ذلك، ما يتطلب منهم تقديم تنازل كتابي للمصالح المعنية يتضمن سبب عدم تمكنهم من الحج رفقة وثيقة تثبت ذلك. بعد ما طهرنا قائمة الحجاج اللي عندهم المترشحين لقائمة الحج 2023، يظهرون حالات أنه هذه الحالات ما يقدرش يروحوا لأسباب صحية ولا لأسباب مالية ولا لأسباب قانونية. إحنا نطلب من هذول الحجاج أنه يقدمون تنازلات مع طلب تأجيل. التنازلات هذه لازم تكون أولا حاجة كما نقولوا وراء كتابية، ما يكونش تنازل شفهي، تنازل كتابي مصادق عليه من طرف في الحالة المدنية، مصادق عليه من طرف الحالة المدنية، يذكرنا فيه الأسباب اللي أدت لهذا الشخص إلى التنازل عن أداء فريضة الحج هذا السنة. الناس اللي ما داروش تنازلات، إحنا أول حاجة راسلوهم، عيطنا كلمناهم بالهاتف، راسلناهم عن طريق مراسلات رسمية. بعد ذلك كلمنا الوصاية، عطيناهم هذه الحالات، يعني عندنا حالات ما حبوش يتنازلوا وما حبوش يقدموا ملفات توحم. هذه اضطرينا أن نديروا لهم إعذارات رسمية، بعثناهم عن طريق المحضر القضائي، ودوك نراسلوا الوصاية ونشوفوا الحالة تاعهم راح توصل إن شاء الله. أسباب صحية، مادية وأخرى قانونية تمنع البعض من أداء خامس فريضة في الإسلام رغم فوزهم في القرعة. أسباب تنازلات، أولاً كان تنازل باين، تنازل الناس هي في 2019 كانت ولا 2020 كانت حابة تروح وكانت واجدة صحياً ولا مادياً. بعض الناس لا غالب مادياً ما يقدرش يروح هذا العام، مما يطلب منه منك أنه تأجله العام القادم. وكاين اسباب اخرى، لاسباب مرضيه الانسان يكون بصحته وبعد عنده طارئ، عنده مرض، عنده مثلا مرض اللي يمنعه من الحج، هذا هو يقدم طالب مع واسمه مع شهاده طبيه ونحن ندرسه ناخذه بعين الاعتبار. والسبب الثالث عندنا كما مثلا احنا باب الزوار عندنا حاله مثلا انه هذا السيد راح للحج العام اللي فات، كان باش يؤدي الحج هو المره الزوجه تاعه كانت حامل ما تقدرش تروح، هو راح هذا العام جد دور تاعها، دوكا عندها مشكل قانوني لانه هي كما نقولوا احنا عمر تاعها هو 32 سنه ما تقدرش تروح. لهذا هي قدمت طلب تنازل وطلب تاجيل، ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله بالك تكون معنا. تقديم تنازلات في قرعة الحج من طرف المعنيين بها قد يمكنهم من حجز مكان لهم في الحج السنة القادمة، ويمكن أيضا فائزين آخرين من أداء الحج بدل الذين تنازلوا هذه السنة.